بسم الله الرحمن الرحيم. عيسى حيدر نائب رئيس المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بالراشدية يأتي هذا اليوم بهذا الاحتفال في سياق الاحتفالات التي نحتفل بنجاحات كتابة الضبط وتفوق الموظفين في مختلف الأطر خلال امتحانات الكفاءة المهنية، لأن ثقافة التكريم تعتبر أحد الوسائل التي تساعد على نمو المجتمعات ورقيها وتحفز الجميع على خدمة المجتمع بما يخدم الصالح العام. لذلك جاء هذا الاحتفال تنويها بمجهودات الموظفين الذين تفوقوا في هذه الامتحانات، فنشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل من قريب ومن بعيد، ونشكر أيضا جميع المسؤولين القضائيين والإداريين الذين حضروا هذا الحفل وساهموا فيه بشكل مميز وبرهنوا على مكانة كتابة الضبط لديهم، وعبروا عن أنهم دائما أبوابهم مفتوحة للتعامل مع ودادية موظفي العدل وبمكتب المحلي هنا بالراشدية. نشكرهم جميعا ونحييهم على حضورهم، ونشكر كل من ساهم في هذه المبادرة وإنجاحها، وشكرا لكم جميعا. تحياتي.